طبعا عزيزي المتابع، ما ابغى مقدمات وما ابغى اقول لك لايك اوكي، مع اني قلت لك لايك وسبسكرايب لكن ما علينا. طبعا يعني زي ما تدري بالحياه هذه وجد الهاتف النقال، وفي الهاتف النقال وجدت السوشيال ميديا، وفي السوشيال ميديا عرفنا برامج كثيره. من البرامج هذه التيك توك، اليوتيوب، سناب شات، على طار سناب شات رابط سناب شات البايو. ومن التطبيقات هذه عرفنا المشاهير، ولكن ما عمر شفناهم هم يلعبون كوره. لكن اليوم باذن الله راح نشوفهم هم يلعبون كوره، وما بيزيد بالكلام، اترككم مع المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الربع. زي ما شفتوا بالعنوان، تشكيلة المشاهير، أو بالأحرى أشباه المشاهير. طبعا التشكيلة زي ما تشوفون يا شباب 5-4-1. طبعا يا شباب ما بيطول عليكم بالكلام، نبي نبدأ من تحت الفوق يا شباب. أنا بيبدأ من تحت الفوق يا أخي، كيف يا أخي؟ طبعا يا شباب نبدأ بالتشكيلة بحارس المرمى. حارس المرمى هو كل شيء بالفريق يا شباب. فحارس المرمى بسم الله الرحمن الرحيم أبو بهجت. وقلب الدفاع على اليمين يا شباب، انتم ما تتوقعون مين، صخرة الدفاع وقلب الاسد وكل شيء بالحياة هذه. عندنا يا شباب مودي صخرة الدفاع الاول، والله هناك مالك البحر مخالف. وبالقلب اللي فين في النص، نص الدفاع يا الربع، عندنا ايش اسمه، عندنا صخرة الدفاع مادو يا عيال، شيء فانتستيك. وين يا ابو الشباب؟ وعندنا اخر قلب يا شباب اللي هو ايش اسمه، نسيت منه، اي صح، ما علينا من زوما يا عيال. عندنا خالد زين، جبناه عشان نضحك الدفاع يا شباب، يسوي لهم سكتشات، يستانس معهم، ينبسط، يعني ضبطنا الدفاع يعني. طبعا عندنا بالظهير اليسار يا شباب، الظهير الطائر، الظهير الذي يعني بمواصفات الجناح، بمواصفات لاعب عصري يا شباب، لاعب متكامل. عندنا المتحدث الرسمي يا عيال، بس مسوي تاتو اسلامي. ما علينا. طبعا يا شباب عندنا الظهير اليمين، ما يهمه تناغم، التناغم عنده مجرد رقم يعني، بتشوفونها الان. ما عليكم من الاظهره هذه كلهم، ابيكم تركزون على الاسطوره جلوري. لا والله صدق تناغم صفر شيء هذا، لا يا والله قلنا التناغم مجرد رقم بس مو للدرجه دي، الله يسعدك. لكن ما هو حلو، السرعه عنده سالب 23. من بعد ما خلصنا من الدفاع راح نتجه الى خط الوسط. خط الوسط زي ما تعرفون يعني، عندنا في اليمين شو اسمه، عندنا باليمين يا شباب ابو داحم. ابو داحم دحومه ثلاث تسعات، بيعطيك كذا بنص الهجمه. ما علينا يا شباب، نتجه الى الوسط اليسار، للسي ام اليسار. هذا لاعب جديد على السوشيال ميديا، يعني هو ممكن مو جديد لكن انا بالنسبه لي احسه جديد على السوشيال ميديا. بتشوفونها الان وبتنصدمون بانني دخلته وانتقيته في هذه التشكيله، ما ابي اكثر كلام وبسم الله نبدا. عندنا هستور يا عيال، عندنا في راس الحربه. راس الحربه يا شباب يعني قبل كل شيء لازم تبدا براس الحربه. راس الحربه هو ابو شو يا عيال. طبعا يا شباب التشكيله لازم يعني يكون فيها الجنان، التشكيله بدون جنان ما تصلح. تخيل تشكيله ما فيها جنان، انت ما راح تلعب فيها اصلا، وذا يعني جت التشكيله نفسها ضدك وما فيها جنان انت راح تنسحب. فنبغى نوازن المباراه ونحط فيها يعني ابو شو اسمه، ما عليكم من ذولا كلهم، نحط فيها راشد. او انا عندي جنان هنا يا عيال. تفضل يا حبيبي، تم نورت التشكيله. طبعا يا شباب اذا حطيت جنان الحاله يعني التشكيله ايش راح تنفجر، التشكيله راح يكون فيها عدم توازن. لكن بمقابل الجنان تجيب واحد يكسر الدنيا وهو ساكت. ما فهمتوني صح؟ الان تشوفون. طبعا يا شباب خابي لامي مدري كابي مدري ايش اسم امه يا شباب، خلينا نحط امه بالتشكيله عشان يوازن الاطراف. يعني يعني الجناح اليمين عندك واحد مجنون يا شباب، والجناح اليسار واحد مره ساكت. ف تشكيلة متكاملة جدا. أو ناقص يعني تشكيلة بدون مدرب ما تصلح يا عيال، خلنا نشوف مدرب يصلح للمنظومة هذه. أوكي بأول صفحة يا عيال ما يحتاج ندور، خلاص لقينا، نحط شرشبيل يا شباب. فشرشبيل مو زايد أي شخص بالتناغم، فيجي الوقت الآن اللي نحط الدكة. بحط الدكة وارجع لكم، بحط أزبل دكة عشان يعني عشان ما يجينا أحد يدق وجهنا. طبعا يا شباب سوينا التشكيلة هذه، بندخل ديفجن رايفلز، وإذا مشى معنا الوضع بنخش فيها الفوت. فنترككم مع المقطع يا شباب، نترككم مع الجيم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. Wait a minute. سلام عليكم. عليكم سلام. أنا بس جاي. أوكي بس ما علينا يا شباب، مين قال إني مرتبك؟ بإذن الله بدقه، بإذن الله بدق وجهه. يلا بسم الله، يلا يا الربع. هامودي يا بوي ما تمشي. نوب. أتفصلت. لا ما يمشي تورس يا عيال، ما يمشي تورس، ما يمشي تورس. هي يا مادو هدي يا شرفي. ايه وشو نوب نوب ده انت هادي ابن دين كلب صحيح. شوف مودي شوف مودي شوف مودي شوف مودي شوف مودي يقود يقود المرتدة مودي. ايه يا مودي لا لا يا مودي لا يا مودي بلاش عيد يا مودي. ايه ابو خا مش اسمك انت.
اي ابو بهجتي انا واثق بالجنان. امشي يا جنان. اي ابو لامي اي ابو لامي. شوف شوف لامي يا عمي. كل ذاك كنت ولا كلمة. واطلع برا يلا. ابا مينونة تعالي امسكني. طب شوف هذا اسمه الهجمة اسمه تكتيك الفعال. شوف كيف شوف كيف تلعب. اسمه الهجمة هذه التكتيك الفعال. شوف كيف اسمه تيكي تاكا غوارديولا يوم كان مع برشلونة. يا ابوي مودي ما حد يمشي من عنده يا ابوي. يرجعها لهستور يعطيها المتحدث الرسمي. المتحدث يرجع هستور. لا ابو داحم ماتياس فيسينو. اي جلوري الله عليك يا جلوري. الجلوري الجنان عنده جنان عنده جنان عنده جنان عنده جنان عنده جنان. لا 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 يا جنان. لا 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 يا شرفي. يا قوي يا مادو. لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده. الله يا ابو شو. لا تحتفل لا تحتفل يا ابو شو. لا للخلط يا ابو شو. يعتذر ابو شو. الله عليك. Ladies and gentlemen, it's match day. طيب الجناح اليمين ايش وضع يعني عشان الشبهة يعني ولا وش؟ يا عمري يا عيال. يا عمري يا الجنان اللي عندكم يا عيال. عطي جلوري عطي جلوري. يا عمري يا جلوري. ايه ايه ابو داحم. شوف ابو داحم شوف ابو داحم شوف ابو داحم شوف ابو داحم الرايق. عندي جنان هنا يا عيال. عندي جنان عندي جنان هنا يا عيال. اوكي اوكي. طبا لك ولأمثال. نوب. الله يا الجنان. شوف الجنان شوف الجنان. يصنع ويسجل مستحيل. يصنع ويسجل مستحيل. ما يحتفل ابو شو. ما يحتفل يعني. ابو شو معروف عنه ما يحتفل. وين مودي؟ عط مودي عط مودي. يلا شوف مودي كيف يلعب. شوف كيف يخد المرتدة مودي. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. عنده فرصة للتسجيل. يا عمري يا مودي. آخ يا مودي آخ يا مودي. وبالأخير يا عيال لا تنسون اللايك والسبسكرايب. ما أتوقع إني بكمل. زقت معي بس والله استمتعت آخر شيء. وبس كيف زقت معي واستمتعت؟ واضح إني كذاب. لا لا والله استمتعنا يا عيال. ولا تنسون اللايك واكتبوا لي بالكومنتات ايش تبغى ننزل مقاطع جايه. السلام عليكم.